يجيبون هذا الديجي الدي جي الدي جي يجيبون الدي جي يا هل احلى الدي جي لو لا والله طبل هالدبش شادب هالبيادر يوميه من يقعدون الصبح لتشيشيش للعدس حطت شف شير شف شير يعني ما وعدت بن مقله مقله نحاس وجابت وردت لهم بسطحن ياكلوا ولا حد يتمرض لا واحد صار بي جلطه ولا حد صار بي ضغط ولا حد صار بي كل شيء الثلاجات والمجمدات تفسد الاكل والله مجمدة تفسد لك؟ إيه والله تفسد لك اليوم احنا بقرية كلش حلوة قريبة عن النهر اهلها يعتمدون على الزراعة تابعة ناحية النمرود وين احنا اليوم؟ احنا اليوم بقرية النايفة تعالوا خلينا نشوفكم اياها حاليا احنا بقرية النايفة وحالياً وين بالجانب الزراعي هنا يعتمدون اعتماد جداً كبير بنسبة كبيرة على الزراعة الزراعة عندهم المحاصيل الصيفية هي اللوبيا والفاصوليا وهاي السوالف أما بالنسبة للشتوية فهي عندهم الحنطة والشعير مثل ما نشوف بالنسبة لطرق الري اللي أكثرهم يستخدموها هي طريقة المرشات هاي إذا تبين عندكم هي طريقة المرشات وأيضا أكو قياعين اللي هي تصير قريبة من النهر كلش هذه يستخدمون غير طرق تمدين اعتماد جدا كبير على الزراعة وعندهم أيضا معهد للزراعة شنو هذا المعهد؟ راح نتعرف عليه تعال المعهد الزراعي اللي موجود بقرية النايفة هذا المعهد مثل ما تشوفوا طبعا قبل كان معهد وكان يعني موجود به طلاب وتدريسيين لكن الأساتذة اللي موجودين به أغلبهم انتقلوا إلى قاموا يدرسون بجامعة الموصل وجامعات أخرى ومن بعدها تم إعادة تأهيله لهذا المعهد مثل ما تشوفون حاليا الأقسام تقريبا أغلبها كاملة وسيتم افتتاحها قريبا وهو تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقول إن شاء الله الافتتاح قريب وصلت الأهم فقرة واللي كلش أحبها بالبرنامج هي الحجية خلينا نتعرف على الحجية اليوم وراح تسولف لنا أكثر عن قرية النايفة مرحبا حجية هلا هلا صحة شلونك؟ هلا بك هلا كل أخبارك؟ والله الحمد لله أمورك؟ والله الحمد لله فتول قلبك شلونك حجية؟ الحمد لله خلينا نسولف سولفي أي والله اشرحي وأنا رديك فتول قلبك اشرحي وأنا رديك حجية صار لك ايش قد بهاي القرية؟ والله احنا من زمان بهذا القرية ايش قد؟ من دور اجدادنا وشيابنا من اخذني راعي بيتي انا هيني عمري 11 سنة من أخذني يا عمري أي والله وادع قريب لو غريب لا من خارم أوي أول ما اختار أول ما اختار اختار أنت إيه. إيه. حلو زين سولفي لي عن ذكرياتك بالقرية والله كل شيء كنا نفلح نفلح قطن قطن القطن الخيال ما يبين ما يفوت قبل الطلابات أجرسيها القدو 20 30 طلابة إيه نفلح إدها تحت الطب هنا أيه؟ وهي نطانا بل شو اسمه قاع بل قاب نطانا قاع عقد نطانا إيه نفلح قالتكم أنتوا تقولوا رقي رقي إيه والله يومية نصدر 12 بكم ما شاء الله 12 بكم من الأربعة الفجر إلى الوحدة 12 بكم يجونا بل أربعة العصر هذول أهل الحكومة إيه نقوم نحوش نملي أربع بكومة ونوجفن ونخلى البيدر مطنطرة الدبشي نستلم من الأربع الفجر ما يبيعون الأربع بكومة يجون عاد واحد ورا واحد ما شاء الله خلص صدر 12 بكم ما شاء الله والله العظيم أنا وحمواتي ثلاثة والحواشات ويانا كل وحدة 80 بكم وتيهنا الحساب والله تيهنا الحساب البكم الأجرة مالته دينار ينطوني إيه تيهنا الحساب إحنا الفلاح بيتنا يعني أني وحماتي مرت يعرفون هالولد توفت عام الأول الله يرحمها وحماتي الأخرى مرت خالة شايبي زين إيه ثلاث إحنا بالبيت والعجوز ويانا يعني العجوز ظل بالبيت نفلح وحنطة شعير والحز إحنا مبطلين فلاحة
وللليه هسه نفلح عاد بس قطبنا قام نقطب فلاليه وهم عائلته هم تفلح فاصطول يعوض حلو زين إيه بالنسبه للحفلات الاعراس المناسبات شلون كانت قبل؟ نفس الشيء بس الحزينة فستان وحمره ودواخ قليل قليل قبل بس المواصل يلبسونها دواخ عباه ملفع ابيض يقشنها او يحننها ويكحلنها ما يا عيني حول ايديها ونهار الحنة ايديها ورجليها ويكحلنها الصبح يجي يزفونها يا عيني ايه. الصبح كانت الزفة هي ايه. يجون يعني مثل الحزم يروحون قبلها بنهار إيه هذا يحنونها لكن إيه؟ حنا يستوون حفلة إيه؟ قبل ماكوش حفلة يجي حبايبه يحننا ويروح ثاني يوم عادي يجي يستفونا بسيارة سيارتين ثلاث شوف ايش قد بعيدة جريبة ذا بتجريبة بتجري وذا بعيدة سيارتين ثلاث يجي ناخذنا حلو إيه بس وين الطابور إيه؟ والذرناية والمطبق هسه ماكو إيه؟ هذا هالبيادة تنتلي ذا بتجري هي الحزم لا اكوش بس بربي بس الحزم يجيبون هذا الديجي الدي جي الدي جي الدي جي يا هو الاحلى الدي جي لو الطبل وزن الطبل هدبت شعده بهالبيادر من قرات الحبايب جارنا وعضت شباب وشياب وعجايز وشابات يا عيني حلوه تشوفين ايام قبل حلوه لو هسه اي والله حلوه حلوه وما واحد مثل تريد يستوي لك انت قدر حس تجي نستوي قداتي لو الاسلاك تطبخين خباز تعال فلان تعال فلان تعال اليوم سوينا خباز تعال سوي شرب تشيشي شرب تعدس تعال نصطر قصفة بتجري لحم تعال فلان تعال هذول يجون على البستاتي تعال وجي والبامي الشيجيز قبل ما الفلاجات ولا من جنب ده شيجيز كله فريش لظمها بخط وشددها بالمسامير بدو دوم الطين ايه. تبس والطماطم نسويها شيجيز ونشرها على السطح من لحم ونحطها بتشاس تشوبات وتحطين تنقعين تغسلينها وتنقعينها وتحطينها على الطاوله تطلع مثل على جديده اهو تحطين شويه معجون عليها اذا على لحم ولا على باميه ولا على كل شيء زين حجيه انت هسه سولفتي لي على الطبخ وهاي السوالف لماعين شلون كنتوا تغسلوها كنتوا تاخذوها على النهار لا نملا بالبراميل الدابه نملا بالبراميل ونحن مي بالبيت ونحط بطشت ونغسل ونفيق مي جدري عندنا وطشت واللي كان قريب على النهار يروح هناك يغسل ايه. واللي تشاسل ما تغسل بالبيت تروح على النهار اذا عندنا هدوم مثل فريش قبل تشيبين فرشات سخان مالت الاقراف نشيل على الدابة نحطها والبراميل غسلهن عن ما تملى الخطر خطرتين البنيل ولا الحرمه نحطهن ونجيبهن ونشورهن علي حلو كانوا يغسلون على النهار ايه. الحطب نحطهن تشلت الحطب على البيت الحطب الطرفة ايه, إيه. تشروهن نشرهن ايه حبالة ما تشيلهن وبيوت بلوك ما كلها طين إيه. كلها طين إيه. كانت صحيح الحطب نشر زين إيه. حجية اشهر الاكلات اللي موجودة عندكم كل شيء كل شيء كل شيء نستوى نذبح الربيطة ذبحنا الربيطة قطعناها جابوا ملح من هذا النوع من الماس يشترونه وملحناها والعظام إيها قد الطباقة واحد سدود إيها سد إيها قلتله خضر العظام ما حد والهبر والشحم الطباقة هل قدها بسد النار والباجي هذا اللي ظل الناعم مثل الصفايج مال التدويرة مال الضرة تصل معجوز نجدري هل قدو وتحمسه وتحطه جوا الكندور وحط صينية عليه يومية من يقعدون الصبوح لتشيشيش للعدس حطت شفشير شفشير يعني ما وعدته بان مقلب مقلب حاص وجابت وردت لهم بسطحن ياكلون ولا حد يتمرض لا واحد صار بيه جلطه ولا حد صار بيه ضغط ولا حد صار بيه كل شيء ودي هنا الحر ايه هدي هنا الحر وقشت التمر يعني هاي من الشغلات الرئيسيه كانت عندكم هي الذبيحه اي الذبيحه سنه على سنه بالواحد نذبح سنه على سنه ربيطه ايه ونشبسته زين وهاي باقي السنه شلون ماكو لحم لو اكو بلاكوش قصفات عادي يجيبون قصفات يجيبون حولي يجيبون عجي يقصبونها بجري كل واحد حال نجاك لانه يعني. ما كان اكو ثلاجه ايه. لي ماكوش ثلاجه ولا مجمده وهاي السوالف اي والله خير من هالثلاجات وهالمجمدات تفسد لك والله مجمده تفسد لك ايه. والله تفسد ليش حجيه اللحم يضل اذا هو جديد يضل بطعمه دجاج العرب والبصره القاز
كل شيء نسويه. اي يعني انت هسه ضد هاي الثلاجه والشوي وهاي السوالف. زين حجيه قبل كانت اكو مال اميه وهاي السوالف، رحتوا درستوا؟ درسنا وجابوا لنا مخيم هين بالبيادر، ما كان ذن البيوت. كان هذا بيادر كومونه جشبين، جابوا لنا مخيم والفال، جابوا لنا دوم طين هناك طرف الجريمين هنا يعني. دوم طين وكمان يخرون، جابوا لنا شوادر واخذوا لنا اسطوار بيه. درستونا بس عندها عيل ما تقدر تحفظ. اي عندها عيله وعندها شغل ما تقدر تحفظ، وما عندها عيله لا والله حفظت. اي والله 3 سنين احنا درسنا. حلو. امي اي والله عندي جهال. اي هذا غسيل، هذا اروح الفرامله، اروح اشيل الهواء الحوالي. اي ما كان عندك وقت انه تبقين تقرين؟ اي نقرا بالليل بس ما حد يقريني، ما نعرف، ما اعطونا الحروف، لو اعطينا الحروف نعرف. اي نعرف كان ما اعطونا الحروف. واللي يعرف ان الدراسات يعني الصف الاول والصف الثاني ابتدائيه وما اخذت الحروف فضل. اي فضل. حلو. اي حلو. حجية اني كلش اشكرك واستمتعت اليوم وياك. هلا بيك. كلش وشكرا جزيلا واتمنى لك الصحة والعافية يا ربي. وان شاء الله العمر الطويل يا رب. وانتم الخير والبركة. الله يعافيك. خلينا نروح لمكان اخر بقرية النايفة ونتعرف عليها اكثر، هذه القرية الحلوة وهيجي مساحتها كلش واسعة وكلش حلوة. تعالوا خلينا نشوف اكثر. من الشغلات الإيجابية اللي شفتها بقرية النايفة هي الغابات. هذه المنطقة هي اسمها منطقة الغابات، مساحتها تقريبا 2 كيلومتر. مثل ما تشوفون الأشجار موجودة بهذا المكان بكثافة. أيضا هذا المكان هو مكان للسفرات خاصة أيام الربيع، العوائل اللي موجودة بالنايفة واللي أيضا قريبة من النايفة يجون دائما هنا ويطلعون سفرات، وهي تبعد عن المتر، تبعد عن النهر تقريبا 50 متر، جدا قريبة عن النهر. الأجواء بها كلش حلوة ومحافظين عليها كغابات وكمساحة خضراء موجودة عندهم. هذه من الشغلات اللي كلش حلوة بقرية النايفة. منطقة السكر اللي موجودة بقرية النايفة هذه تعتبر من المناطق الأثرية. هذا اللي دا تشوفوه حاليا، احنا صرنا كلش قريبين من السد، سد السكر اللي تم انشاءه بالعهد الآشوري وكانوا يحفظون به الماء، وهو فشي كلش قديم. صاروا يسمون الناس السكر وصار هو وجهة سياحية لهم دائما بالصيف وأيام الربيع يجون هنا. هذا كله يكون غير شكل، يكون كله عوائل وسفرات وأجواء تختلف، مو مثل ما هسه احنا جايين بالشتاء وغيم وضوء وضباب والدنيا مقلوبة. زين منطقة كلش حلوة مثل ما تشوفون، لكن للأسف سياحيا مثل ما تشوفون. حجية شلونك اخبارك؟ والله الحمد لله الله يعافيك. شدوى قلبك؟ الحمد لله كل ليلة. هي هي اليوم وين اركض؟ نوب كلها واحد وين اركض؟ هاي شو جدتي؟ خليه يجي. روحي روحي. خطيه خايفه من المصورين. حجية صار لك ايش قد تربون حلال؟ والله صار لي سنين. سنين؟ اي والله. زين شلون شفتي هاي السنة؟ والله الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. ما شاء زين الله. بس ابقار لو اغنام وهاي؟ لا لا بس ابقار ما عندي غنم. ليش؟ بس بقر ما اقدر، ما عندي بس بقر. ما بيك حيل؟ انا ما بي حيل، ما نجني احنا ابد يعني، من كان بي حيل ما عندنا غنم. ما تجني؟ بس بقر. اي زين وهاي بعدين شنو تذبحيها لو شنو؟ لا لا هذا ويا البقرات نخلي ويا البقرات. هاي حبيبه ظاهر كلش تحبيها. شنو اسمها؟ البقر عنده ما شاء الله
يصرح لو رجعت كان خليتك تصوريني. هاي هاي شنو اسمها؟ هذا حولي. زين شنو اسمه؟ ما عنده اسم. ما مسميتهم انت؟ لا ما نسمي احنا. اوكي حجيه. شكرا لك حجيه، استمتعت اني اليوم وياك. امشي استريحي على البيت. تسلمين، بس انا اريد تطلعيني لانه هي ما ادري قافل. لا ابد لا تخافي. حتى وحالين لا تتوحلين عاكي. وين اروح؟ نوب حتى وحال. زين شفتوا الجمال هذه القريه النايفه؟ ايش قد حلوه؟ نروح نفوت على البيت. انا ما اقدر احكي لانه كلش صافنه علي، حيل صافنه علي، فخلينا نطلع برا ونروح، او نروح لغير مكان. نمشي نروح لغير مكان. يلا ويا هاي الاجواء الضبابيه والحطب والمي، تمنيتكم وياي صراحه. استمتعنا اليوم كلش بقريه النايفه، قريه حلوه جميله، استقبال اهلها كلش حلو. ان شاء الله انتم استمتعتوا وياي يا ربي، وان شاء الله القيكم بمكان اخر، تلقوني بمكان اخر وقريه اخرى، وان شاء الله تكون الاجواء دائما هيك حلوه واجواء ضبابيه وعلى قولتنا اجواء لندنيه. هو اليوم فعلا. تعالوا خلي اخذكم على شويه واقول لكم باي باي. ياي والله الماي حلو حتى بالشتاء. يا الله ايش قد دافي، والله كلش دافي، تصورت راح يكون كلش بارد. يلا لهنا خلصت الحلقة، أحبكم، باي باي.